علمتني الحياة في ظل العقيدة أن أعظم سلاح بأيدي المؤمنين هو الدعاء. الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. سلاح عظيم غفل عنه المؤمنون لن يهلك معه أحد بإذن الله، إنه الدعاء الالتجاء إلى رب الأرض والسماء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول ابن كثير عليه رحمة الله كان بقي بن مخلد أحد الصالحين الأخيار عابدا قانتا خاشعا، أتته امرأة صالحة فقالت يا بقي إن ابني أثره الأعداء في أرض الأندلس وليس لي من معين بعد الله إلا ابني هذا، فسل الله أن يرد علي ابني وأن يطلقه من أسره. فقام وتوضأ ورفع يديه إلى الحي الكريم الذي يستحي أن يرد يد العبدين صفرا خائبتين سبحانه وبحمده، فدعا الله عز وجل أن يفك أسر ابنها وأن يجمع شملها بابنها وأن يفك قيدها. وبعد أيام وإذ بابنها يأتي من أرض الأندلس، فتسأله أمه ما الذي حدث؟ قال في يوم كذا في ساعة كذا وهي ساعة دعاء بقي سقط قيدي من رجلي، أعادوه فسقط، ألحموه فسقط، فذعروا ودهشوا وخافوا وقالوا أطلقوا. قالت فعلمت أن ذلك بدعاء صالح من عبد صالح، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الدعاء هو العبادة. ها هو صلة بن أشيم كان في غزوة فمات فرسه فتلفت يمينا وشمالا ثم قال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه فإني أستحي من سؤال غيرك. وعلم الله صدقه في سرائه وضرائه، فأحيى الله عز وجل له فرسه فركبه حتى إذا وصل أهله قال لغلامه فك السرج فإن الفرس عارية، فنزع السرج فهبط الفرس ميتا. ولا عجب، فمن توكل على الله ومن التجأ إلى الله أجاب دعاءه وحفظه، ولو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من ذلك فرجا ومخرجا. فمرة أخرى إذا ادلهمت الخطوب وضاقت عليك الأرض وقل الناصر وزمجر الفساد ودعم الباطل وكبت الحق وعير البخيل الكريم وعير العي الفصيح وعير الظلام الشمس وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل وتمنطق كل جبان وتخلى الأمناء ورفع السفهاء وتظاهر بالوفاء كل خوان ونطق الرويبضة وغدا القرد ليثا وأفلتت الغنم، فارفع يديك إلى من يقول ادعوني أستجب لكم. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. فارحم عبادا كلهم ذنوني.